بعض الناس إذا أراد أن ينكر قال والله الموعد في المكان الفلاني للإنكار على ذلك الوزير أو على ذلك الرئيس أو على ذلك المسؤول، هذا ليس منهجا. ويجتمعون بل ويصورون ويقول نحن وقفنا في هذا المكان وأغلقت أمامنا الأبواب، يعني كأنه في ظاهر الحال كأنك تقول يا مسلمون نحن أبرأنا الذمة، كأنك لا تخطو هذه الخطوات إلا من أجل الناس لا معني من الآخرين. ولذلك أذهب إليه في الخفاء لكني أنا أصور مقطع فيديو وينشر بين الناس ونحن وقفنا الآن عند المكان الفلاني أو عند الوزارة الفلانية ولم يستجب لنا. طيب أنا سمعت كشخص عادي، أنت سمعت، فلان سمع، ماذا عسانا أن نفعل؟ إذا أنت لم يسمع لك ولم يؤخذ بقولك، إذن أنا كشخص عادي ماذا أفعل؟ يعني كأن فيها تأجيجا، يعني نحن فعلنا، فهي بين أمرين، إما أن تكون تأجيجا للفتن وإغارا للصدور أو أنك تعمل من أجل هؤلاء الناس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر الناس كإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة، راحلة الناقة الصالحة للسفر، الناس كإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة، لا تلتفت إلى الآخرين ولا من يتابعك أو من هو معك. بعض الناس يضع نفسه في مقام ليس بمقامه، ما وضع والله مثل العلماء المتمكنون المتبحرون في العلم الذين شابت لحاهم ورؤوسهم في طلب العلم، ما وضعوا أنفسهم في مثل هذه المقامات، يرون أنهم أشخاص عاديون. وهذا هو الواجب على المسلم، أنا أريد أن أبرئ الذمة، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، تقوى هؤلاء لست مسؤول عنها. ولذلك أعطانا الله عز وجل عبرا، ابن نوح، زوجة نوح، زوجة لوط، عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أبو إبراهيم، ولد آدم، الأخوان كما يقال هابيل وقابيل. إذن قصص تبين لك أنه ربما تواجه من هو قريب لك، ما بين أخ أو ابن أو أب أو زوجة أو أقرباء، ليس الأمر بيدك، هؤلاء أعظم منك فصاحة وأحرص منك على الخير، ومع ذلك ما اهتدى هؤلاء الأقربون لهم. أبرئ ذمتك، قضية والله النتائج والثمرات هذه ليست بيدي، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. صحيح البخاري، فقالوا لأسامة ألا تكلم فلانا، يعني عثمان، قال إني كلمته، ألا ترون أني لا أكلمه إلا إذا أخبرتكم، ما هو بالضروري أن أخبركم.